بعد مشاركته في الجلسات الفنية بتبوك وموسم الرياض، الفنان حسن الشادي حضر معنا اليوم في استديو سيدتي ليحكي لنا عن موهبته الفنية الممتدة لأكثر من 30 عام. أهلا بك أستاذ حسن. أهلا بك، حياك الله. يعني أهلا مسي عليك وعلى الأخوة المشاهدين. هلا وسهلا. هلا وسهلا بك. يعني ما شاء الله أنت مطرب وعازف وشاعر و30 سنة في هذا المجال. وملحن. وملحن كمان. كيف جمعت كل هذه المواهب؟ والله منذ الصغر، منذ نعمة الله في عمري بك 14 سنة كتبت شعر، وهذا مع الحياة مع هذا الكلام في عندنا هناك في الجنوب، وتعلمت العود عمري 22 سنة عام 94، والحمد لله بدأت معي هذه، ولي ألبوم في السوق اسمه قصيدة من غزل. اسمه ايه؟ قصيدة من غزل، كلمات الشاعر موسى الصاير. جميل، والحمد لله. يعني ايش هي الألوان الفنية اللي ممكن أسألك عنها وأنت فعلا بتتقنها؟ لما تجي تلحي، لما تجي تغني، طبعا تختلف تختلف الاغاني وتختلف الالوان والاذواق بشكل عام في الفن الطربي تحديدا. ايش هي يعني اكثر الالوان الاقرب الى قلبك؟ والله كلها، الشعبي، المطور، الحديث، كل شيء. المواويل؟ المواويل نعم. انت ذيك في برضه في المواويل؟ نعم المواويل. نعم بس صعب المواويل، مو اي احد يقدر يسوي المواويل يعني. والله مع الممارسه. أيه؟ مع السماع، مع الواحد يتغلب على الامور هذه والحمد لله. طيب حتسمعنا شيء؟ بسمعكم اغنيه اسمها يمروح نصوبه. الله. كلمات واحد. كلماتك؟ كلماتك والحان. امين. ما شاء الله. الله يسلمك. يمروح نصوبه، يمروح نصوبه، كله حسن والهان، كله حسن والهان، كله حسن والهان، كله حسن والهان. يعجبني بأسلوبه، يعجبني بأسلوبه، جماله الفتان، جماله الفتان، جماله الفتان، جماله الفتان. يعجبني بأسلوبه، يعجبني بأسلوبه، جماله الفتان، جماله الفتان، جماله الفتان، جماله الفتان. ما منكم توبة، ما منكم توبة، يا سيد الخلان، يا سيد الخلان، يا سيد الخلان، يا سيد الخلان. ما منكم توبة، ما منكم توبة، يا سيد الخلان، يا سيد الخلان، يا سيد الخلان، يا سيد الخلان. يعطيك ألف عافية أستاذ حسن. يعني فعلا أغنية لحن الكلمات جدا جميلة. يمروح الصوبة أقول له حسن والهان. يا سلام. إحنا أكيد طبعا مكملين معك باقي الفقرة أكيد، ولكن لو تسمح لنا نطلع فاصل مشاهدينا ومكملين معك. مشاهدين احنا مكملين فقرتنا الفنية مع الفنان حسن الشادي. أغنية كانت جميلة بالفعل اللي سمعتنا هي قبل الفاصل. أنت من أهل نجران. نعم. وهناك معروف الفنون الشعبية في الجنوب. نعم. والأغاني والتراث الشعبي. نعم. جدا جميل. كيف تتأثر بالبيئة؟ كيف الفنون تتأثر بالبيئة ممكن؟ والله نجران كلها فلكلور، كلها فنون شعبية، وكلها في العراس، في الزواجات، في والحمد لله ماشي في كل شيء. عندنا اللون المفضل اسمه السعب. السعب. السعب هذا في نجران. يعني هذا اللون يعني ما شاء الله هو رقصة حلوة وكذا ما شاء الله. خفيفة وكذا، مو بأي واحد يجيدها ما شاء الله. طيب عندك شيء مجهزه عن السعب؟ والله إذا مقطع ما عندك مشكلة. مقطع هنا يعني مقطع واجد. نعرف الناس على مقطع عشان نتعرف عليه. بشري.
بعطيكم نبذة عنها يعني، لأن لازم إيقاعات الشرح اسمها شرح. نعم شرح. اكيد حوله والله حلوه أكيد. والله رائعه جدا كلام مره حلو يعني الله صراحه يعطيك الف. واللحن ايضا رائع يعني يعني هذا عفوا ايش اسم السعف إيه. بس انه بالايقاعات يصير سريع يعني يصير نعم. اسرع نعم. يكون إيه. طب اسمح لي اسالك كمان عن مشاركاتك بشكل عام المحليه خصوصا نعم. انه انت شاركت في موسم الرياض نعم في البيجة. كلمني عنها طريق القصيم موسم البيجة وابغى اعرف كمان ايش جديدك ابشري حاضر شاركت والله كان معي فنان اسمه تركي العبد الله والحمد لله نجحنا وتبوك كمان بتبوك سويت جلسات جلسات مع الاستاذ مسي عليه بالخير من هذا المكان الاستاذ عبد الرحمن الكتبي صديق عمري واخوي وحبيب نعم الجديد ايش جديدك يا استاذ عندي جديد يطال عمرك وسامع عشان نختم في البرنامج كلمنا عنها اول ابشري بس في اغنيه وطنيه ممكن اعطيكم مقطع منها بعدين احنا حنختم مع الاغنيه البرنامج حاضر حاضر بس جديدك بتتعامل مع شعراء نعم الاستاذ موسى الصايغ نعم يعني الالبوم كان يمكن اربع اغاني او خمس اربع نعم نعم من شعر الاستاذ موسى يعني نعم. ما شاء الله عليه اي نعم وهذه بعد من الاغنيه الوطنيه نعم. لا الوطنيه كلمات الشاعر الاردني اكرم الجبور الصخري شاعر عمان صديق جميل. الله. الفنان نعم. حسن الشادي سم. فعلا احنا استمتعنا معك اليوم وسمعتنا نوع من انواع الفنون الجنويه عفوا الجزانيه الجميله جدا نجرانية نعم. عفوا نعم. اسمح لي كلنا واحد كلنا واحد بالضبط كلنا واحد في الاخير واحد. ولكن اسمح لي كمان اختم معك البرنامج نبغى نختم مشاهدينا احنا كذا خلصت حلقتنا واكيد هنكون معاكم باذن الله بكره في نفس الموعد طبعا. ونسمع هذه الاغنيه من الفنان حسن الشادي قبل لا نختم طبعا الأغنية الوطنية الوطنية؟ أي أبشري كلمة شاعر الأردني شاعر عمان أكرم الجبور الصخري ألحاني وغنائي يا محمد يا زعيم الشرق قوك يا خليفة عود للعليا سما أشهد إن العز في حضرة سموك
كابر عن كابر ترقى سما يا محمد يا زعيم الشرق قواك يا خليفة عود للعليا سما أشهد إن العز في حضرة سموك كابر عن كابر ترقى سما كابر عن كابر ترقى سما